السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالموجز الرياضي. فشل فريق المحرق حامل اللقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم في الحفاظ على لقبه بعدما تمكن الرفاع الشرقي من الفوز عليه في دوري ثمن النهائي من ركلات الترجيح. المحرق تقدم أولا عن طريق معترفه العاجي إيريكو في الدقيقة 25، فيما تمكن محمد عبد الوهاب من إدراك التعادل لرفاع الشرقي بعد مرور 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني. يعود المحرق للتقدم من جديد عبر اللاعب محمود جلال في الشوط الإضافي الأول، وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة فقط عادل رفاع الشرقي النتيجة من جديد عبر عبد الله يوسف من ركلة جزاء، ليحسم بعد ذلك رفاع الشرقي المباراة لصالحه ب5 ركلات مقابل 3 للمحرق. إنهم يبحثون عن المجد، إنهم يبحثون. هذا وتقام مساء اليوم ثالث مواجهة دور الثمن أو الربع النهائي، حيث يلتقي النجمة مع نظيره الحالة في الساعة 6:45 مساء على استاد البحرين الوطني، وسيضرب الفريق الفائز من هذه المباراة موعدا في الدور نصف النهائي مع البسيتين. تمكن فريق دارك ليب ممثل كرة الطائرة البحرينية من تجاوز اختبار العربي القطري الصعب بنجاح، ليتأهل لدور الأربعة من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس، وذلك بعدما أنهى اللقاء لصالحه ب3 أشواط مقابل شوط واحد، ليؤكد لاعب دارك ليب عزمهم على تأدية بطولة كبيرة تدخلهم التاريخ من أوسع أبوابه. ستكون صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة مسرحا للنهائي الأول لمسابقة كأس زين لكرة السلة، والتي ستجمع حامل لقب فريق المنامة مع منافسه المحرق، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، حيث كان قد تأهل الفريقان للنهائي بعد تصدر حامل لقب منافسات المربع الذهبي برصيد 6 نقاط، فيما جاء المحرق في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. وسيقام نهائي كأس زين لهذا الموسم من 3 مباريات ممكنة، في حيث يتوج الفريق الفائز في 2 من أصل 3 بلقب المسابقة. إلى السرعة، حيث نجح الألماني سيبستيان فيتيل بطل العالم وفريقه ريد بول في القيادة بشكل سلس أخيرا، ولكنهما ظلا بعيدا عن أجواء المنافسة خلال اختبارات البحرين والتي تسبق الموسم الجديد من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1. تمكن الدنماركي كيفن ماغنسون سائق مكلارن من تسجيل أسرع زمنا في اليوم الثاني من تجارب حلبة البحرين الدولية، فيما جاء فيتيل في المركز السابع بفرق أكثر من 5 ثوان عن ماكسون.